وعليكم السلام. مرحبا، الحمد لله. كتر خيركم، كتر خيركم. أشياء أمسكي، تفضل. هسي يا عيسى، قلت لي أنت مطلوب دم في تار قديم موروث أنت ما عندك فيه أي يد. والله دي مشكلة، مشكلة حقيقية. أنا ممكن أدسك عندي هنا، لكن لمتين؟ يعني انت حظلت طول عمرك هارب؟ يا اخي دي بتكون حياه اخر منها الموت. اسمع يا عيسى، لازم نواجه المشكله، عشان نحلها لازم نواجهها. انا بقول نحن نمشي نشوف الجماعه الساكنك ديل عشان يقتلوك ونجيبهم هنا. عشا قمي يا اختي، نشوف لنا مكان اخر نندس فوقه. يا اخي اصبر، عشا اقول لك اقمي. يا اخي ارجعني شوي. امرك يا عشا. يا عيسى امرك يا عشا. عيسى يا عيسى يا عيسى، صل على النبي. صل على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اقعدي يا عشا اقعدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ها عدلان، ها عدلان، انت متبالغ بولق عجيب. كيف يعني تجيب الضباح للخروف في الزريبه؟ ويا تو ده خروف انت؟ ده مثل يعني، مثل. ده مثلك؟ مثلك شين؟ معلش 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 يا اخي، انا داير اصلح بيناتكم. ربنا امر باصلاح ذات البين. بعدينك يا اخي بيناتكم انتوا اخوه وانتوا اولاد عم، دم ولحم. يا اخي في زول بيشيل سكينه بيقطع بها صباعه ويهدر دمه ساكت؟ انت حتكون قاعد معانا في غرفه الفاضل. والله عاد انا ثلاثه كلمه مالك، عاد انت بتلطش في الكلام كذي. كيف يعني انا وهو والعوض نكون في عوضه واحده؟ العوض حيكون معاي انا، لانه عندي معاي موضوع. لكن كذي معلش معلش ساميه. نعم. خلي عشا تكون معك. جدا عشا راح كاكر تاحي. انت من قبيل جاريه راح عيسى؟ اي بدور بمشي معاها. تمشي ايه؟ بنمشي على محل العين. يا تعين دي تشوفين المكان ده، الناس دي شغلهم ثلاثة بقفنا، كيف تمشيين؟ بستأذنك. مين مكان كده؟ هاي ما ست البيت. مع ياتيها؟ ست البيت بنمشي على محل العين. ياتيها؟ مع عمر ياتيها؟ هاي عيسى. ها؟ بنمشي على محل العين جوا. مع المرة دي؟ اها. عشا؟ امشي مشيكي ساي، شغل واحد بيجيكي ما في. سمع. امرقي معاه، امرقي، وضعتك لا الله. يجحم فيني كذي مالك هذا؟ ارى علي العوضة. شين؟ العوضة يوه ترتاح شوية. معايا تو انت؟ هاي معايا انا ده. مسألك شين؟ انا خروف؟ معلش هذا ما قلنا لك. القدم القدم القدم. متقدم. القدم القدم. لا تقدم كيف يعني؟ اطير انا والله هنا راح وراي يا اخي.